المهندس طارق الملا في خبر نتحول فيه من شأن الإقليمي إلى شأن الداخلي. مهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أكد أن استراتيجية قطاع البترول بتولي أهمية لبرامج التحول الرقمي ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع اللي بدأ تنفيذه 2016، وإن استخدام التحول الرقمي في مصافي التكرير المصرية ومعاملها الكيميائية جزء أصيل من استراتيجية متكاملة لتصبح معامل رقمية تتيح نتائج دقيقة للعمليات الإنتاجية ومطابقة للمواصفات والأكواد المصرية والعالمية. ملا قال أيضا إن المستودعات الجديدة الجاري إنشائها بالمنطقة الجغرافية الجديدة بمستورد هتسهم إيجابيا في تعظيم القدرة الإنتاجية وعمليات التخزين والتدفيع لشركات التوزيع والتسويق. تم استعراض تجربة تطبيق التحول الرقمي لمسار أخذ العينات وتحليلها وتسجيل نتائجها بدءا من تدفيع الزيت الخام بأنابيب منطقة السخنة حتى وصوله لمعمل الشركة بمستورد لتكريره وإنتاج المازوت اللي بيتم تدفيعه للشركة المصرية للتكرير لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة.